اعتصام مشبوه ينفذه وكلاء إيران من الميليشيات قرب منفذ طريبيل على الحدود مع الأردن بزعمهم كذبا نصرة فلسطين وغزة، بينما لا تجرؤ على الاعتصام في مناطق نفوذها قرب مزارع شبع المحتلة في لبنان أو حدود الجولان المحتل في سوريا، وهي الأقرب لفلسطين المحتلة جغرافيا. استغلال فج لقضية الحرب على غزة عبر تضييق الميليشيات ومنعها سائق شاحنات النفط من الدخول إلى الأردن بنية مبيتة لتغيير ديموغرافية المنطقة والسيطرة على منفذ طريبيل ضمن إطار مساعيها في السيطرة على جميع المنافذ الحدودية لزيادة وارداتها الاقتصادية وتسهيل تهريب الممنوعات كما يجري في منافذ رسمية وغير رسمية تديرها الميليشيات مع سوريا وإيران. عمي هاي الميليشيات من دازة علينا، محمد شاه السودان رئيس الوزراء، هاي العالم تكسر بالسيارة طرق فينا، شنو دربنا احنا عمي سوينا على هاي الميليشيات دازين على الحدود، شنو هاي شنو هاي؟ ميليشيات تحاول ركوب الموجة سياسيا في الوقت الذي كشفت فيه الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة مزاعم إيران وميليشياتها وزيف شعاراتها في نصرة القضية الفلسطينية بعد أن أمعنت في قتل الفلسطينيين وتهجيرهم من العراق عقب سلب ممتلكاتهم وانتهاك حقوقهم. في اتصالات وفي حوارات وفي دعوة للمشاركة، لكن أقول وبمنتهى الصراحة كنا نتوقع أن يكون التفاعل مع الحدث أكثر كثيراً مما جرى اليوم. طريق القدس لن يمر من طهران على ما يبدو، فمعركة طوفان الأقصى مستمرة منذ 3 أسابيع، وإيران تصر على رغبتها بعدم التصعيد في المنطقة وتنفي صلتها بعمليات المقاومة الفلسطينية في انحياز واضح لمصالحها وأهدافها في المنطقة. لعلن من هذا المكان في الحدود العراقية الأردنية احتصاما مفتوح حتى فك الحصار على غزة الصمود أو فتح الطريق لنا للوصول إلى أرض فلسطين المحتلة والالتحاق بإخواننا. ويبدو أن هذه الميليشيات منقسمة على نفسها، إذ لا تقنع مزاعمها حتى من قاتلت تحت رايته إبان الحرب الطائفية في العراق بعد أن وصف ما يعرف بوزير مقتدى الصدر صالح محمد العراقي أتباع الإطار التنسيقي بالفاسدين المتجمهرين في ظل تواصل ضجيج هذه الميليشيات دون المشاركة فعليا بالحرب والاكتفاء ببعض الهجمات غير المؤثرة في العراق لذر الرماد في العيون فيما تواصل على الجانب الآخر وبغطاء حكومي تجمعاتها المشبوهة وفعالياتها ذات المضامين الكاذبة.